حالة من الترقب والقلق تسود مستوردي مواد التجميل في الجزائر إثر مخاوف من إدراج منتجاتهم في قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد التي بشرتها وزارة التجارة السنة الماضية عقب تفاقم الوضعية التجارية الحرجة للجزائر، الأمر الذي دفع بعديد المستوردين للدخول في مفاوضات مع ممولين أجانب لإقناعهم بإنتاج مواد التجميل في الجزائر. احنا عندنا ماكينش هدايا ديستيناسي بور لي فام مسلمان، لا لا المراه مسلمه يعني، باسكو البرودوي تاعنا 100% حلال، ماشي مخدوم بالمواد الحيوانات، مخدوم بالمواد الطبيعيه، نمبورتيها من البلد تركيا، من تركيا ونجيبوها للجزائر. وعندنا نيغوساسيون مع بارتناريا نديروا معاهم، نحاولوا معاهم باش نولوا نستعادوا المواد نخرجوها من الجزائر. دوك انا معاهم في دي بروجي ان شاء الله، مازال شويه بصح بالك من ناديسي العام الجاي ان شاء الله تكون بالك ونخرجوهم الجزائر. مستحضرات التجميل والحلاقة لعلامات كبيرة قد تحمل علامة صنع في الجزائر تفاديا للخسائر التي قد تصيب متعاملين يقومون باستيراد هذه المواد مستقبلا. Nous faisons tout ce qui est produit capillaire, soins capillaires, lissage japonais, lissage brésilien et brosse capillaire. Aujourd'hui, c'est un produit qui est fait en France. Mais inchallah, si tout ça se passe bien, c'est programmé pour l'année prochaine pour ouvrir un point ici pour fabriquer les produits ici localement. الوضعية الحرجة التي يعيشها الميزان التجاري والتي فرضت على الحكومة انتهاج سياسة تجارية حمائية بامتياز قد تحمل بعدا إيجابيا إذا استطاع المستوردون التحول تدريجيا نحو أنشطة إنتاجية كفيلة بتحريك المشهد الاقتصادي خارج المحروقات في الجزائر.